صباح الخير. صباح الخير او صباح النور على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. صباح الخير صباح النور ما هي او مساء الخير صح على حسب الوقت اللي بتشوفونا. مركزه قوي النهارده يا جماعه. طاقه جديده حاجه حلوه. بصوا اول حاجه عملنا اشتراك. ايوه يا جماعه ولايك. عملنا لايك للفيديو وشير عشان يوصل لعدد كبير جدا من الفيديو. تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب. ماشي اول حاجه احنا جايين النهارده بتحدي جامد جدا. ايه يا روزي اعملوا كده؟ ماشي جايين بتحدي جامد جدا. التحدي ايه؟ عقاب نار بالسوق. الكندومي حراق. شيتوس حراق. مين يعرف التاني اكتر صح؟ يعني هي تكتب مثلا هنقول مثلا ايه نوع العربيه مثلا اللي انا عايزاها او اللي انا بحبها. انا هكتب النوع بتاعي وهي تكتب النوع اللي انا برضو عايزاه. او نشوف بقى انا جاوبت صح ولا جاوبت غلط. جاوبت غلط هاكل معلقه من اندومي الحراق ده عليه خمس قطع من ده. ما كفاتي ايه؟ لا ماشي عشان ده حراق جدا برضو. قلت ايه؟ احنا هنعمله معاكم اهو. جماعه اللي ما دخلش يتفرج على الفيديو بتاع الاندومي ده حراق يا روزي نار يخش يتفرج عليه بجد اقسم بالله اسوأ تجربة. وقلنا مش هعمله تاني وبرضه هنعمله بس المرة دي مش هناكله مرة واحدة. حرق يا رمزة قوي حرق قوي يا ماما مش هتعرف تاكليه. احنا حطينا فيشة المروحة مش هتعملهاش. متهيألي الجو بقى لذيذ شوية. كل مرة نفس المشكلة يا حبة كده حبة يعني هيبقى حرق. دوقي كده. لا يا بنتي حرق تعبك. ما ينفعش يا رمزة حاجات كبار. ما بعرفش اقلب. ده حد يا هبة. ديني كان هيجي في عيني. لو خدت بالكو انا داخلة في مرمطة بقالي فترة. مش هيعجبك. دقني. ماشي خلاص دوقي. دوقي اللي انت خدتي ده. ريحته. بصوا عيني طلع لي فيها حباية. ده كانت عن كده صعبة. صعبة جدا يعني. شفتي احل ازاي حرقه خالص ازاي؟ هات اشيلها لي. خد اشربي. يا ماما مشكله والله. معلش يا جماعه التاخير اعذرونا. خلاص بقى. كلي بتاعك ده. اجيب لك الشيبسي؟ ثواني يا جماعه نسرج المروحه عقبال ما هيام ايه تحضر السؤال وتكتب كراسه. انا لا انا جبت القلم. فين القلم؟ لا لا ما تعرفيش؟ مفيش هنا اهو اهو تحتيها اهو. اكتب السؤال ولا اكتب الاجابة واسأل السؤال هنا؟ ثانية ما انا مجبتليش كراسة. هاتي ورقة. اكتب السؤال؟ لا احنا هنقول السؤال وانت تكتبي الاجابه مره واحده. ماشي هعمل مروحة انا واحد عشان الجو ما يضايقكش. ماشي 1 2 3 ايه ايه هقول لك السؤال الاول ده. مش فيه. قولي السؤال بتميلي اكتر للبس الكلاسيك ولا الكاجوال؟ ده ليا ولا ليكي؟ ليكي انتي. انا اكتب يعني اجابتي؟ انا كتبت اجابتي. انا عارفه انتي بتعملي ايه. انتي بقى قدام الجمهور. انا نفسي مش عارفه بتحبي اكتر تلبسي ايه. انا حسيت ان انتي بتحبي تلبسي حاجه معينه فقلتها كتبتها. قلت ايه بينيها مش باينه عشان القلم رصاص كاجوال كلاسيك. ماشي ما انا كلاسيك بس ليه اوقاته يعني ما بخرجش فيه كتير. لا بس انا قصدي الكلاسيك اللي هو اللي يعني مثلا مش الكلاسيك اللي هو بتاع السواري والحاجات دي. لا وده كاجوال قوي فانا كده ايه غلط. انا قلت كده كل ماشي
ده معك لسه كان بخرج بيه يعني في اوقات معينه مثلا مناسبه مهمه. هتملي الشوكه ماشي. هاي مليانه اهي بس مش هاخد كل دي طبعا. هم 10 اسئله اصلا. خلاص قولي. واحد نوع العربية اللي انت عايزة تجيبيها. حاسة ان هي هتبقى غلط. قولي. بي ام. بي ام بي دبليو. كنت هكتب مرسيدس. مش هاكل الحمد لله. سؤال. ايه بتكتبي الاجابه قبل ما تقولي لي السؤال؟ هقول لك. بتحبي اكتر تلبسي الكعب ولا الكوتشيات؟ يعني الحاجات الهيلز ولا حاجات ال كوتشيات؟ لا ايه ده الكعب. امال انت بتشتريهم دول ليه؟ اكتر حاجه بخرج كوتشيات. بس طيب. انا بتحبي كوتشيات عشان هي اكتر حاجه اخرج بيها ده كده. ايه ده كده؟ انا واجهة اتعكب انا لوحدي. ما خلصت بقى اخش في طباها. حلو. بقى نار. اللون المفضل ليكي؟ تعرفنيش بنت تعرفيش اختك اللي خد في اجازه يا جماعه قسما بالله. كل مش كتير مش كتير. هي كل كل اي رونزا بتقول لك كل كل. لو هتجيبي عفش لبيتك كل ايه؟ انا ما كلش. مش انا جاوبت صح. انا لو هتجيبي عفش لبيتك هتجيبي ايه؟ اكتب اكتبي. لا كراسه مع رونزا بس انا عارفه انا هقول ايه. المودرن. صح الحمد لله. انتي بقى شايفين الراس نازله للطبق. شفتي القطه؟ اكتر بلد نفسك تروحي لها؟ عارفه اكيد. تسأل أسئلة هي عارفاها. تركيا. نفسي قوي نفسي قوي اروح اسطنبول تركيا. ماشي. سؤال. يلا. لو جات لك الفرصة ان انت تعملي عملية تجميل هتعمليها ولا لا؟ لا لا انا عارفة برضو. مش قادرة اقول او مش قادرة اقول لا. تك 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 لا. خدي انت بقى حاجة. انا جاوبت. اقول؟ لا يا رمزة. بعد كده قلت لا. واحد تاني. حلو من غير حاجة يا جماعة والله. طب استني. نبي ده يعمل عملية تجميل. يلا خمسة. ده
ميسي ورونزو. خيبة ما عدتش لي أسئلة. عادي كتبي وان تو. أنا لازم أكثر مغني بتحبي. أنا استني ما بدور على الإجابة. في رومانسي يا جماعة يعني رومانسيين. هقول عمرو دياب. اول استفتاح ليها طبعا باين من اللي خسران. جماعه بقى اللي يبقى خسران بقى باين طبعا بس هو مين يكمل الطبق. جماعه انتوا اطفالكوا كده ولا انا اطفالي بس؟ انت كلتي كام بتاعه؟ 5. لا كلتي كام؟ 3 5 او 5 باين مش فاكره بس من اول الفيديو. بس الوحش اسال سؤال وحش. نوع تليفونك المفضل؟ ده وحش يعني تحبي الوحش؟ ايفون معروفه مش باين عندها فرصه ان هي تغير. مش هتغير. انا اللي سأله. اخي كده عشان حلاق. ما عدتش لها اسئلة يا جماعة. شتا ولا صيف؟ شتا. انت بتجاوب من غير ما اقول؟ كنت اقول في الشتا. انا اسال سؤال. لا يا رونزا اتحبى. لا في حبة في طبق هنا وقطع. لا اتحبى هتلع العروسة من الدولاب. عم افكر لك في سؤال. كل الطقمه مش ممكن تقلعيها. اكتر حاجه انا بحبها في الطرحه انت عارفه؟ ده انا بلبسه بجد. معروف الطرحه السوداء ما قصرتش معروفه. لا كنت هقول بيج عشان تكدبي. انت البيج قبل ما والله انا كنت بتلبسيها على كل حاجه صح ولا لا؟ أيوة. يبقى انا مش هتعاقب. انت سؤال اتحبى يا جماعه هو فعلا البيج وانا نسيت. لا يا رونزا غلط. اتحبى لا الحبه خد الحته البيضه دي ويبقى ايه بس. لا واعملي البتاعه لفيها. يعني غلطانه ان انا قلت يعني انت المفروض تاكلي معلقتين عشان انت جاوبتي اجابه مش هي الاجابه. ما نسيت. ما انا بلبس برضو سودا كده. اي حبه دي رونزا كده طلع قدام الجمهور بحلاوتك دي. ماشي يا جماعه كده ايه ننهي الفيديو. انتظرونا في فيديو. لا مش هاكل شيتوس مش هاكل. انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا. باي باي.